FM, émission impossible. برهان بسايس. السبعة والتسعة دقائق. مساء الخير، صباح الخير. ما يصيرش نقولوا مساء الخير، نفس الشيء، صباح المساء ويوم الأحد. إن شاء الله يا ربي كل هالأيام هذه، كل الثواني، كل الدقائق تكونوا بخير وبستر وبصحة وبعافية إن شاء الله يا ربي. البركة، أبواب الرزق تتحل أمامكم بدون أي مشاكل، بدون أي إمكانية متاع تغلق ولو هكا في ثانية ولا في دقيقة ولا حاجة. إلى الأبد، إلى الأبد. نجيب الزيري يا حافظ الأسد، صباح الخير، صباح الخير على الورد المفتح في جنين تونس، في جنين مصر يا حسرة. أي صباح الخير، صباح الخير المستمعين الكل، صباح الخير يا وطنين صادقين، فما كالخير، الأمور باهية، الأمور منظمة، خدموا أرواحكم يا مواطنين. أي وما تنجموا نتطوروا كان بالعمل والكد، فهمني ولا نعم. وإن شاء الله نعدي ساعتين ونص باهين، وربي يصبرنا على بعضنا، وان شاء الله فهمني فما نمو كبير معناها، جعلنا متفائلين نجيب فما كل خير. ربي يرحمنا بالمطر، نمو كبير في قضايا التآمر على من الدولة. نشهد في ارتفاع بالكدا، ارقام قياسيه باهيه. شنو رايك؟ ربي ظهر الحق، ربي ظهر الحق. وهذا بالطبيعه باش يكون كونغرس اللوردات، قائمه جديده من المحالين من اجل ارتكاب جريمه الوفاق الارهابي والتآمر على الدوله، يوسف شاهد، راجل غنوشي، نادي عكاشه واخرون في القائمه. باش نتسائلوا هي نفس القضيه الاولى اللي تمت فيها الايقافات بتاع شهر مارس، ام هي قضيه جديده باش يكونوا عندنا محامين؟ الاستاذه ناديه شواشي عن هيئه الدفاع عن ريان الحمزاوي، البارح اول واحد تم في اصدار بطاقه ايداع في هذه القضيه. صحيفه الخبر الجزائريه يا جماعه الخير وتقول عن مصدر رسمي جزائري انه المخابرات الجزائريه رصدت اجتماع مخابراتي فرنسي مغربي اسرائيلي، وفي الاجتماع هذا تم اطلاق عمليه اسمها عمليه الذئب، سموها عمليه الذئب لاسقاط النظام في تونس. باش يكون عندنا المحلل ومصدرنا من الجزائر باش يفهمنا شنو هي الحكايه هذه. لقاء وزير الخارجيه التونسي مع وزير الخارجيه، مع وزير الخارجيه الفرنسي البارح، وزيره الخارجيه الفرنساويه اش حصل، المحروقات وين وصلت الحكايه، الفا الحامدي البارح في خروج لافت على قناه التاسعه، شويه مواقف باش نفهموا لدرجه استمرار لخط الشعبويه ام بدء الحقيقيه. هذا وغيره في كونغرس اللوردات. زياد الهاني، صباح الانوار. اليوم صباح خاص، اليوم صباح ريان الحمزاوي. اها، ريان الحمزاوي شاب تونسي من عائله في وطنيه، حلم بتونس وحب مدينه الزهره، وشد رئيس بلديتها واعطاها احسن محبه ما عنده، فبدلته حبا بحب. اليوم ريان الحمزاوي اللي يعتبر نموذج نتاع قائد شاب ناجح يشكل مفخرة للشباب متاع تونس ولنخبة من القادة اللي هم متحررين من العقد متاع الماضي ومتحررين من المناكفات والصراعات الإيديولوجية البائسة. نعم. والتعيسة اللي حب أنه باش يساهم في نهضة بلاده، تحية فيلقى اليوم روحه في السجن. ما خلينا هذي في الكونغرس اللوردي، ما قلت لك علاش قلت لك صباح خاص، أعمل تحية عامة للعباد في خاص. دونك اليوم أنا حبيت نصبح على ريان الحمزاوي وعلى كل عشاق هذا الوطن. يلا. اللي اليوم للاسف قاعد يقاد بالوشايات يا ودي. صباح الخير نعملوها خاليه من الرصاص، يهديكم صباح الخير. اسمع بسود الورد المفتح في جناين مصر، تسمع الصوت هذا العباد معنوياتها ترتفع. ولا عليه سي زياد هكا، عاود يا نجيب، ترى الصوت الشحروري، ترى عاود. صباح الخير على الورد المفتح، على الورد المسجون في سجون تونس. يا ودي خليني في صوته، يزيني في العهد القيسي السعيد. ليه زيد بربي، ليه والله، ليه. هيا حسين العيادي، صباح الخير. صباح النور والمحبة، صباح السلام والحلم، صباح كل الأخبار الجيدة والطيبة، صباح الحلم بتونس أخرى ممكنة. صباح الخير نجيب،
ولو انك وطني صادق للاسف. صباح الخير برهان. اقوى اقوى حسين يا حسين، هي جاتيني يعطيني انرجي يهديك هي شكون اي حاجه هي. لا انا جاي ما عرفت قلت خلينا نجم تغني كي نجيب تنجم تقول اي حاجه. الوطنيين الصادقين فقط يبدعوا في الغناء، نحن لا، نحن في العزف. انتم تحبوا العزف المنفرد، نحبوا الحياه، تحبوا الحياه اي والله كلمه الحياه، تحبوا البلاد فما كان الخير ونقصوا من ارخف روحك تعلم العوم، ارخف روحك تعلم يلا خلينا نهزوا يدينا كالعادة. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك واكفنا بك عمن سواك، واسعدنا بعفوك يوم لقاك. يا رب فوضت أموري إليك وتوكلت عليك، فيا رب اجبرنا وعافنا وارزقنا واغفر لنا وارحمنا وتولنا يا رب في من توليت يا كريم. اللهم أصلح لنا أمورنا واكتب لنا من خفايا القدر أجملها. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، وارزقنا لذة الوصول بعد السعي، وحاوط قلوبنا برحمتك يا رحيم، فإنك على كل شيء قدير. الحديث على الفليجة والربح، كما وعدناكم الربح مكمل في افام مع الفليجة في ميسيون امبوسيبل. عرفنا اول زوز رابحين شيك كادو بخيمة مليون. انتم تنجموا تكونوا من الرابحين، سهل برشا، وين ما كنتوا تجبدوا تليفوناتكم تبعثوا اس ام اس فيه اي اف ام على 85 85 8، جاوبوا على السؤال وتكونوا من الزوز الفايزين كل نهار اثنين بشيك كادو قيمته مليون. نذكر الاس ام اس على 85 85 8، وزيد بنفس الاس ام اس هذا نجموا تدخلوا في القرعه الكبيره اللي تربحكم 10 ملايين كاش كان مش اكثر. سوم الاس ام اس 980 مليم مع اليافام والفليجه. قول الربح يا نجيب. ايجا فليجه يلا سيدي، كما سبق وقدمنا تفاصيل الأحداث اللي باش نعلقوا عليهم اليوم، قائمة جديدة من المحالين من أجل ارتكاب جريمة الوفاق الإرهابي والتآمر على أمن الدولة. قائمة طويلة فيها حوالي تقريبا 25 شخص، 21 لافت في الأسماء فيها رئيس الحكومة، زوز رؤساء حكومة سابقين يوسف الشاهد وعلي العريض، رئيس حركة النهضة ومجموعة من القيادات النهضوية، لكن أيضا مسؤولين أمنيين سابقين، مدير عام الأمن السابق كمال الجيزاني، مدير الشرطة العدلية سي عبد القادر فرحات، مديرة الديوان الرئاسي عند الرئيس قيس سعيد السيدة نادي عكاشة، ومجموعة من الناس اللي موجودين ضمن القائمة هذه. بدأ حاكم التحقيق في قطب الإرهاب يستمع للبعض منهم، استمع لريان الحمزاوي وأمر بإصدار بطاقة إيداع السجن في حقه. تعليق أنا بشكون معايا لنادية الشواشي المحامية متاع ريان الحمزاوي باش نحاولوا نفهموا منها التفاصيل. هل هي قضية أخرى تختلف على القضية الأولى متاع التآمر على أمن الدولة؟ نجيب شنو معطيات، شنو عندك معلومات؟ خلينا نبداو بالمعلومة وبعد نمشيو للتعليق والتحليل. المعلومة اللي هي قضية أخرى، ماهيش نفس القضية متاع التآمر الأولى اللي فيها المجموعة كمال طيف وخيمة التركي والمجموعة ذيك، مش نفس القضية، قضية أخرى. حالتها النيابة العمومية وبدأت الاستماع وفما بطاقات إيداع في السجن. اي قضية أخرى ما نعرفش معنا احنا اذا كان مازلنا، لأنه مو موضوع، مازالت القضية الأولى مبهمة، القضية الثانية فيها معطيات. القضية الأولى هك تشوف تابعها الرأي العام، سمعنا للمحامين، انطلقت من وشاية وتوا شيء يشوفوا في الواتساب والتبادل الرسائل. هذه شنو هي المعطيات؟ معناها شنو الجديد فيها؟ اش تختلف على مجموعه اخرى يعني؟ شنو هي بالضبط؟ تقريبا نفس بدايه القضيه الاولى. كان يتذكر الساده المستمعين كل وقت اللي المخابرات الفرنسويه هربت اميره بوراوي من تونس، هي بعد بنهارين تم ايقاف مجموعه من التونسيين بتهمه التآمر على من الدوله،
وبعد مكالمة هاتفية صارت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد. اليوم بعد ما سعيد شنقريح الفريق الأول للجيش الجزائري صرح فما مؤامرة قاعدة تتصاغ في إسرائيل ما بين مخابرات إسرائيلية ومخابرات فرنسية ومخابرات مغربية، بعد بثلاثة أيام نفس تقريبا الواحد يتم إيقاف مجموعة، يتم حل بحث في مجموعة من المواطنين التونسيين، وتم بعض بطاقة الإيداع في ريان مثال على إثر العملية هذه. يعني أنت تحب تربط معناها الحكاية هاتا وجيب الخبر الثاني كما ورد في صحيفة الخبر الجزائرية، يعني الجزائريين كل مرة يقدمونا نحن قائمة ونمشي ونشدوهم. لا على إثر هذه عمل على هذا شو تقصد؟ أنا نستفسر من عندك. نحن والجزائر معناتها عن أمن قومي مشترك. إيش نية معناها هذه؟ معناها أنت مخاطر كلام هكا خطير. معناها اللي البارح صدر فيهم يعني الأسماء باش يتم استدعائهم في قضية من الدولة، معناها هذم اللي يتآمروا مع المخابرات الإسرائيلية والمغربية والفرنسوية في عملية الذئب اللي حكيت عليها صحيفة الخبر الجزائرية. الخبر الجزائري هذا أنت تشوف هكا معناها المعطيات، معناها عندك معطيات ثابتة ولا تحلل وحدك قاعد سي نجيب؟ أخيرا التحليل السليم أهم المعلوم. وتعتبر روح تحليل سليم يعتبر نفسه تحليل. خلي اسمع في وسط شح المعلومات خليني نفهم معايا المحامية واللافونتاج بالنسبة لنادية الشواشي، انها حضرت مع مناوبها سيريان الحمزاوي اللي تقريبا اول واحد بداوا به في الاستنطاق في قطب الارهاب بخصوص هذه القضية، وامر قاضي التحقيق بإيداعوا للسجن. لنادية الشواشي صباح الخير. بحوار تليفون صباح النور. شنو حوالك استاذه؟ لاباس؟ يفضلك ويخليك. يعيش حاجه باش نقولها باش نبدا. اي راهو ريان سليل العائله الدستوريه والوطنيه. اكيد راهو جدد وفلاقه، راهو جدات وهزت السلاح، راهو جبوا فلاح. معناتها اللي يقول ريان والا تامر ما يعرفش، راهو تسيطره، راهم لا هزت، راهم لا فجروا، لا عندهم انتماءات للبراميل المتفجره، لا عندهم ضربوا بالمفرق. راهو عيب انه نبدا نسمع في كلام ويتعمل. ريان اللي وجعته كلمه التامر، ريان دخل في اضراب جوع. نعم. ريان فخر للتوينتا. نذكر أستاذة نادية بربي باش نذكر أستاذة نادية اللي ريان الحمزاوي هو رئيس بلدية الزهرة، آخر رئيس بلدية قبل حل المجلس البلدي، ومش رامي ورود كان مشهود له بالخدمة الكبيرة اللي خدمها في مدينة الزهرة. حاجة دليل مدرسة. البارحة قلت وقلت وتتفكر احنا شنية النشيد الوطني، شنية نقولوا الميثاق بتاعنا؟ قالوا نقولوا ان حلفنا الخسم القسم ان لا نخون الوطن. قال هو انيه تدمع اللي وجهه انه يلقى اسمه في حاجه كي من هكا. اش حصل بربي لنادي؟ شنية بالضبط؟ شنو بالضبط سئل على ماذا ريان الحمزاوي البارح في الملف يدينه ريان؟ وباش نقول شنية قالوا له تعرف نادي عكاشة وتتواصلوا مع نادي عكاشة، أثبتنا بالدليل القاطع أنه في خلاف يعلمه الجميع. أنا تو مش نحكي على الموضوع، مش نحكي على حسابك نسب له علاقات ومعرفة بالمرأة هذه. يعني لا يخفى على أي أحد حتى أيوة. حد هذي عليه يقولها وليست من قبيل سرية الأبحاث، أنه لا يخفى على أحد من سكان الزهرة أنه فما خلاف على إثر عركة صارت ما بين الأمنيين وشقيق المرحومة الله يرحمه أو لا يجوز على الميت إلا الرحمة الله يرحمه ونعمه شقيق نادي عكاشة. صار خلاف ومن غادي ترشقت عركة ما بينه وما بين نادي عكاشة، وهذا موجود حاجة، ثم فيديوهات على صفحة الرسمية ومعروف لا يخفى على أحد، وثم 68 معاينة رو فيها العرك والمعروك وسب، وهي سايبت كل شيء وركزت مع ريان. ثم كذلك قيل انه هو كذلك هي نادي عكاشة في احد التسريبات وقتها اللي خرجوا وقتها وتحطوا كانت ذكرت عائلة الحمداوي في حد ذاتهم. احنا شنية يهمنا؟ احنا كما قلت لي انت عندك علاقة بالسيد هذية بالسيدة هذية ولا عندك علاقة؟ كما هو تلقى بيني وبينه تليفون، تلقانا قعدنا، تلقانا توطن، لا وجود. احنا ما حز في نفسنا، احنا ذكر واشي هويته محجوبة، وطبيعي في ملفات كم هكا كي تلقى
كبرت نجم تحجب هذوك. بربي سامحني يا ناديه سامحني، وسع بالك معايا اختيوه اختيوه. هذه اولا نحب نسالك، هي نفس القضيه ملحقه بالقضيه الاولى اللي فيها الموقوفين خيام التركي و... لا هذه قضيه لا اخرى. لا قضيه اخرى، انا البارح قلت قضايا التامر ولات هذه اذا قضيه ثانيه، هذه لا علاقه لها بالاولى. به فيها واشي، هذه ايضا فيها واشي. كيف فما مخبر هويته محجوبه زاد طبيعي انه في احنا ما قلقناش، راهو انه يكون راهو امن الدوله راهو لا فيه الكلام ولا فصال، وراهو مش احنا وليد من عائله كيما عريقه كيما عائله ريان اللي معروفين منظمين ومقاومين ابدا عن جد. باش نقولوا له انت باش يتامر معناها التامر. ناديه شواشي نحب نفهم الموجه فيه تهمه لريان الحمزاوي فقط على علاقه، معناها ما شافت التحقيقات انه عندك علاقه بناديه عكاشه وتنسق معاها. بالضبط، قالوا له عندك علاقه انت ونادي عكيشة وانت تعرف ماهر سيد، اثبت بصفه قاتله لا عمره لا تليفونه موجود مع تليفوناتهم ولا يعرفهم ولا يكلمهم ولا شافهم ولا حد شيء. احنا قلنا توا انت تبدا الابحاث مازالت متواصله، راهو ما يقلقناش انه تتم الاعمال لاستيضاح الحقيقه. هذه مش فديك ما دام تحل ملف، نقولوا لعل في الامر ثم حاجه يلزم نبحثه ويلزم نشوفه. لكن وقت اللي تجيب لي انت قول وكلام نقول لك انا راهي المراه هذه انا متعاركه انا وياها هاو وما تلقاش تليفوناتها عندي، ما تلقاش مكالماته، ما تلقاش تواصل، ما تلقاش شيء. الحقيقه بتاع ربي احنا رينا اللي الزار بثقه ايديا الحقيقه ما يستقيمش. وقت اللي احنا بينا اللي الكلمه هذه بتاع شخص حويته محجوبه ما معناه هو السيد هذا قال راهو ريان الحمزاوي عنده علاقه بناديه عكاشه. بربي إيه نفترض يا ناديه الشواشي انه عنده علاقه بناديه عكاشه ويحكي معاها، يعني التحقيقات اللي بموجبها تمت الاحاله اش فما يعني ناديه عكاشه معناها اثبت عليها انها تتامر معناها، وبالتالي اي واحد عنده علاقه بها يصبح متامر على امن الدوله اش فما في الملف؟ والله انا اتحدث عن وضعيه ريان، اما انا يحز في نفسي انه نولي ونستسهل جريمه كما هكايه وبرا لمفرد شكار وحط الاصل انه الابحاث تكون مستفيضه ونخدمه ما نجيبوش نعيطني نجم يصير البحث والاستقراءات ونهار كي نلقى ادله ملموسه وقتها وصحيحه وقتها نحيل الملفات. ولا استسهال ولا تقولش علينا نتحدثوا على ملفات التامر، تقولش علينا نحكيوا على السكر الواضح في الطريق العام، مش معقول. الاصل انه الملفات بهذه الخطوره راهي العقوبات في مثل هذه الجرائم ان ثبتت راهي جرائم راهي الى مدى الحياه. استاذه في الواحد استاذه في ال 21 فما كرين موقوفه. سامحني كاين ريان وفما موقوف ثاني لم يقع استنطاقه. شكون؟ اما كان ريان. شكون الثاني لناديه؟ هو سي كمال البدوي اللي هو الحقيقه مش حركه النهضه نو؟ لا الحقيقه لا علم لي. احنا البارح بالنسبه لنا احنا مثلا مجموعه من الاشخاص بحاله تقديم ما وقعش حتى سماحهم ورجعوا لهم البطاقه تاعهم بالنسبه من ذكر في الملف. انا ما هو عندي ريان من ذكر في الملف. ريان لا وجود لتقاطعات ومكالمات ما بين العباد. انا لن اسمح لنفسي بان اخوض في ديتاي في الملف لانه الامر يهم سريت. رفضت لناديه الامضاء على المحضر التحقيق كهيئه الدفاع. توا سي ريان ومثل وكان الحقيقه كان طفل بشخصيه ريان اللي لا تخفى على احد. راهو ريان من نهار لليني قال انا ولد الدوله واللي يصير. تعرفوا اللي ريان البارح قال انا يقلقني كان ان اوسم بقضيه انت في تاريخ عائلتي. قال انا والله العظيم كلمه انا شقيقي الله يرحمه يقول البلاد هذه اللي يحبها تاكل في كرشها. طبعا احنا نحبوها البيع عاودي ريان والحقيقه تجعل تقل لي ان سادخل في اضرابي اما ان يرفع عار والشقاء بعائلتي والا ربي ارحم. لطف علي وربي يرحم عادل يا نادي يا ربي يرحم عادل. ما نحبكش هكا في الواحد يلا هاي الحب المعنويات ديما مرتفعه يا نادي. ما تعرفش نحبها. نحب الحقيقه ونحب بلادنا ودراب بلادنا يرفرف
ولا حاشا في تونس من خانها فعلا. نعم. ولكن تونس البية والأبية لا تظلم أبنائها. نعم. أنا حزة في نفسي إصدار بتقتداء في قناعتي أنا. نعم. لم يكن لها ما يبررها. واضح. أنا أتمنى نعم. أن يقع إنصاف كل مظلم الأعمال يخلص. نعم. بعد أن تكون هنالك من القرائن. نعم. والأدلة الثابتة لنا. نعم. نلعبوا بدرب تونس. نعم. وحتى حرية كل تونسي. نعم. رأي. نعم. عزيزة وغالية. أكيد. بربي لنادية سؤال أخير الاستفسار، نفس قاضي التحقيق اللي متعهد بالقضية هذه هو نفسه اللي متعهد بالقضية الأولى متاع التآمر عام الدولة؟ هو برشة تأمريت راهم تو. اي لا لا تو عندنا زوز قضايا، عندنا القضية الأولى اللي فيها لا سامحني لا مش زوز، أنا من 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 حظي إني محسوب إنه فيهم الكل. اه فما متاع وليد البلطي زادة. فما اللي في العسكر وفما اللي في ريان في ريان وفما اللي في في بن عروس وفما اللي لا تو علاش قلتها تو بحكم خدمتي لا ما فما زوز تو يغلطوا الناس لا فما عديد الملفات توا ولات فما عديد الملفات على الاقل انا نعرف حوالي 5 أو 6 ملفات فماش زوز مش صحيح فما توا معناها 5 أو 6 ملفات بتاع تامر عن الدوله في تونس فما اللي في ابن عروس فما اللي في ارينا فما اللي في العسكر فما اللي في في القطب واضح. قلت لك انا مش هكا مش هكا في قناعتي انا مش هكا واضح واضح لنادية الشواشي عضو هيئه الدفاع عن ريان الحمزاوي شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الاخبار ونرجع FM Express. مرحبا جلسة تفاوض اليوم بين جامعة التعليم الأساسي وزارة التربية وعضو الجامعة يقول إنهم يرفضوا إسقاط مفاوضات قطاع آخر على قطاع التعليم الأساسي وزيرة خارجية فرنسا تأكد دعم بلادها الكامل للإصلاحات الاقتصادية اللي باش تتخذها تونس كما شدت على دعمها للمناقشات مع صندوق النقد الدولي وهذا وقت لقائها بوزير الخارجية معدل تعبئة السدود في شمال تونس يتقدر ب 36.5% حسب المرصد الوطني للفلاحة ورئيس الحكومة تتسلم القائمة المالية العام 2022 للبنك المركزي وتقرير مراقبي الحسابات أخبارنا بعد نص ساعة 7:34 دقيقة توجه الوقت باش نحكيو على جات أسيورانس جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير جات أسيورانس حاب تدل الحرفاء اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر وتهديلهم كارت كاربيرون توتال إنرجي بقيمة 500 دينار تبعونا مالا بعد أخبار الرياضة وثمانية باش تتعرفوا على سعيد ولا سعيدة الحظ اللي باش يربح اليوم مع جات أسيورانس جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير مع الناس انت صحافي والكلمة ليك كلم أسامة 58-550-707 58-550-707 واحكي كل ما يهم جهتك وين ما كنت في كامل تراب الجمهورية أو خارجها مع الناس مثلين للجمعة من 11:30 للأول مع جهة بن عبد الله جي لي بوب كيوب باش جا وغني To the right, 3, 2, 1, go! تحب تربح دي بوب تيوب بكل ملوين وتصنع بهم الأشكال اللي تحب عليهم؟ اجمع 12 نختار ياغورت معطر و6 ممزوج ناتشيلي لصقهم على البوم راجعوا للعطار واربح البوب تيوب اللي تحب عليه ناتشيلي بتبيع خير مع مصرف الزيتونة لكوارت الكل مضمونة لسفر عنا كارت سفر في راس الشهر تسلك هيلك كارت اليسر على الانترنت تقضي بالكارت كلاسيك ولا سيدتي وتعيش عز الدليل وتنجم حتى تخلص بالدوفيس بالكارت تكنولوجيك من توا اختار الكارت اللي تناسبك وعيش العز مع كوارت العز ما تخليش الايرلي بوكينج يفوتك وصيف في تونس ولا البرة بأقل بيدجي وعلى قد فلوسك اختار البلاصة اللي تحب تعدي فيها الصيف والوتيل اللي يعجبك وتعمل عليه كيف وإلا سافر مع أوتيك فواياج في فواياج أورغانيزي وزور بلدان ما تعرفهاش بأسوام في تونس الكل ما تلقاهاش وزيد تمتع بتسهيلات كبيرة في الدفع مع أوتيك فواياج ريزيرفي بلاصتك من توا باش على صيفك تتهنى بوغ بلوس دانفو كلمونا على 29 18 39 99 وإلا زورونا في الأجنس يوتيك فواياج لكرام تونس نهج حسين بوزيان EFM انتم تسمعوا في إميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو
السبعة والسبعة والثلاثين دقيقة كنتوا تسمعوا في محامية ريان الحمزاوي، أول واحد تم إحالته في القضية الثانية هذه بتاع التآمر على الدولة اللي فيها حوالي 21 شخص، وتم إصدار فيه بطاقة إيداع يبدو من خلال المحامية أنه سئل فقط على علاقته بنادية عكاشة. ما الذي يحصل زياد الهاني؟ هل هناك في تقديرك إثباتات أن نادي عكاشة بصدد التآمر على الدولة، صحبة المجموعة هذه الواردة أسماء لهنا، يوسف الشاهد مدير عام أمن سابق، مدير فرقة أمنية سابقة في 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 تونس، يعني ما الذي يحصل؟ يعني تعددت كما يقول المحامي قضايا التآمر على أمن الدولة، وصلت حتى التوى الأربع قضايا. شوف نحن كيف نشوف طبيعة الأشخاص، نعم، اللي يشملهم البحث في القضية هذه، نعم، ونشوف التهم. أنت تستغرب. علاش تستغرب؟ شنو هي التهم؟ أي ذكر بالتهم. التهم هي تكوين تنظيم ووفاق إرهابي، نعم، له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب غير ذلك من أنواع العنف، والعزم المقترن باش بعمل تحضيري على ذلك، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه، وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة وإخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو بدخيل أو مرابيح راجع لأشخاص طبيعيين أو ذوات معنوية مهما كان شكله، أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها، مع العلم أن الغرض منه هو تمويل أشخاص أو تنظيمات في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر إلى آخره. كيف تشوف الناس اللي موجودين في القضية هذه؟ كمال البدوي، ريان الحمزاوي، راشد الغنوشي، علي العريض، عبد الكريم العبيدي، لحبيب اللوز، فتحي البلدي، محرز الزواري، سمير الحناشي، رفيق يحيى، معاذ الخريجي، نادي عكاشة، شهرزاد عكاشة، عبد القادر بن فرحات، كمال الجيزاني، لطفي زيتون، يوسف الشاهد، ماهر زيد، مصطفى خضر، عدنان الدعداع، عادل الدعداع سامحني، نبيل بوليفي، ونبيل فمتني بوليفي. يعني هالتشكيله فمتني هذه اللي كل واحد من بر وكل واحد فمتني من 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 قطب ومن قاره ومن محيط، وهذه فمتني التهم اللي هم فمتني يقولوا راهي متبوعه بفعل، يعني ماناش نحكوا على مجرد حديث ولا فمتني كذا. وتحب انه معناها هالحكايه هذه تحبها تتعدى، معناها وصلنا إلى حالة عبثية. سمحني أن أقول البلاد هبلت. وأنا هبش أقول بكل صراحة، أنا شاكك أنه قاعد يتم التلاعب برئيس الجمهورية. من طرف شكون؟ أنا قاعد يتم التلاعب برئيس الجمهورية. حتى تربط بتحليل نجيب من جهات أجنبية داخلية ومن جهات خارجية اللي هم ممسحتهم أن يحطوا يدهم على تونس وعلى قرار فمتي تونس. تتهم الجزائر؟ الراجل مهبولة وزغرطولة في فوزنها، راهم يتأمروا عليك، راهم يحبوا يقتلوك، راهم فمتي كذا. عندك قضاء أو قضاة للأسف، أنا مش باش نحكي على استسهالهم أنهم يوقفوا ولا الناس. لماذا الاستهانة؟ ألا يمكن أن يكون هناك وقائع فعلية عملية يا رجل تم رصدها؟ عباد تحب تغير، عباد فقدت مصالحها في الحكم تحب تغير عن طريق التآمر وكذا. لماذا الاستهانة؟ أنا حتى التو مانيش عارف عملية جربة عون كان موجود قاعد رايد على روحه يقتل زميله ويمشي يعمل هك، ما تسألتش زاد عملية من نوع هذا شكون ينجم يكون عملها ومخطلها وكذا؟ معناها فما شكل بتاع تآمر على البلاد ولا نادي عكاشة اللي هي الحبة الجامعة لهالسبحة هذه. انت تشوف نادي عكاشة هي اللي كلهم عندهم علاقة بنادي عكاشة. ريان الحمزاوي علاش سألوه؟ سألوه قالوا عندك علاقة براجل الغنوشي، قالوا عندك علاقة بعلي العريض، قالوا عندك علاقة بالمدير العام السابق الأمن كمال الحمزاوي كمال الجيزاني. قالوا شي علاقتك بنادي عكاشة؟ ايوه لكن السيري الاخرى نتاع حركة النهضة ما يكونوا عندهم علاقة بنادي عكاشة؟ شي عنده علاقة حبيب اللوز؟ ما هو هذاك علاش؟ اذا كان نادي عكاشة هي اكثر واحدة كانت بتحمل المسؤولية في الدولة، راي كانت مدير الديوان الرئاسي،
وهي اللي عندها الشبكه والعلاقه فهمتي بهذوبه فهمتي الناس كل باش تقود المؤامره هذه. يعني نحن دخلنا في حاله عبثيه في حاله جنونيه باش تدمر البلاد. حسين شوف هو اختلفها مع استاذي ما دخلناش في الجنون، احنا دخلنا في اي حاجه اخرى تسميها الجنون حاجه عاقله بارابول اللي نحن فيه. راهو عندك قضيه 25 اللي صار ايقافات ومؤامره على من الدوله، لتوا ما نعرفوش شنو هي المؤامره وكيفاش لدل عباد موقوفه اشهره دون تقديم اي مؤامره دون تقديم اي فعل مجر. عندنا المجموعه بتاع فيفري باش نسكر ورا بعشهرة، وعندنا مؤامره قائمه على واشي او مخبر او شاهد حسامي كما تحب تسميه تريبيليكس اللي هويته مجهول. لدينا اليوم كذلك قضيه اخرى معلومه للراي العام قائمه على واشي مجهول الهويه. في القضايا هذه الكل التهمه التي توجه لي متآمرين على امن الدوله تلقى فيها ثلاث عناصر شبه حاضر، امني، نهضة، وشخص كان يحوم أو يدور في محيط 25 جويلية. عندك أمني الأسامي بتاع الأمنيين موجودة، حركة النهضة وجوزة من قياداتها. معاش نحكيه على راشد الغنوش فقط، نحكيه على ولده، نحكيه على علي الهريض، نحكيه على حبيب اللوز اللي هو بطبيعته موقوف. لا ولطفي زيتون، ولطفي زيتون عرفت لطفي زيتون اللي خرج ولا قريب اصلا معناه حتى في شويه اللي صاب صاب اللي صاب صاب والواشي ما يعرفش ممكن المعطيات هذه. اثنين سمعنا كلام نجيب أي. واللي هو عرفته دخلنا في مرحله اخرى بتاع توم كروز عرفته سانس فيكسيون. علاش سانس فيكسيون؟ لانه نجيب حط يده على تزامنات لافته. نستند الى مقال النشر في جريده الخبر مع كامل احترام المؤسسه هذه ومع كامل احترام الاخوه في الجزائر، ما الذي يقول المقال؟ المقال ذاك شنو باش يقول؟ يقول يجبد تونس بمؤامره فيها المغرب واسرائيل وفرنسا. فرنسا اعطيني عقلك. مغرب اسرائيل فرنسا تتآمر على تونس، لا على الجزائر وعلى تونس. ايوه المقاله فيها الجزائر وتونس بالضبط. تزيري لازمك تفهم تزيري والجزائريين رصدوا معطيات ورصدوا كذا وخارطه بتاع تحركات في ولايات جزائريه تنجيوها المقال بالتفصيل من بعد بتاع تفاصيل الجزائر. اما بالنسبه للتزيريه او العقل الجزائري هو عقل قائم على انه هناك دائما مؤامره اسرائيليه مغربيه اليوم ضد الجزائر. بالنسبه للتزيريه تونس كما تشاد معناها الجزائر تحب تامن حدودها بنوع من الحدائق الخلفيه اللي تهيمن عليه. هذاك علاش تبونك حكى في مع الجزيره في بودكاست حكى على مؤامره ضد تونس فيها المغاربه. والمؤامره مش تستهدف تونس، راهي مش تضر تونس، لا تستهدف تونس كخطوه اولى باش نمشيو للجزائر. مش كيما الاخ نجيب يحكي لك عرفت في كلام اخر. اثنين العمل المخابراتي اوكي اسيدي معك متفق، السيد قام بخدمته يعطي صح، المخابرات توثق ولا ما عندها ادله؟ هل تم نقل هذه الادله في كل هذه القضايا الى الدوله التونسيه؟ ماريناش من ايواش نجيب علاش ماريناش؟ نعم نجيب اي نعم اغزل يقول نعم. نعم عندك متاكد ايواش الاستخبارات الجزائريه نقلت لل بالطبيعه هذاك هي بدات القضيه وعرف ما قافيت يعطيك الصحه سي نجيب. هاو اكدنا معطي جديد كونه عن النيابه العموميه في قضيه 25 ممكن نعرفش، اما في قضيه الفيفري وفي القضيه الحاليه عندها ادل في ما نعرفوه على الاقل من هيئه الدفاع نتاع المجموعه السابقه. في انتظار هاي الدفاع الجديدة بتاع المجموعة الجديدة شو تحكين؟ قالوا ما ثم حتى تهمة وثم حتى دليل إلا مراسلات ما بين ناس في بعضها واوي شيء. كي يكون عندك عمل مخابراتي يا برهان يعني ما أنا ماوي حتى المخابرات. لماذا تستهين بالمراسلات؟ مش مس تتسهيم بالمراسلات. كل المؤامرات تبدا بمراسلات كون شاء الله هم لا تنتظر اجهاضها وايقافها حتى تمر للفعل. لا انا نطرح كلامك صحيح كذا لي مراسلات فيها كود فيها مراسل. انت مراسله على كريمه، مراسله على شنو حوالك، شكون قابل عرفتها نتقابلوا اليوم نعملوا قهوه، مراسله فيها الدليان بتاع اخبار وبقالات عرفت على تونس وعلى العالم. مراسلات بتاع شنحوالك صباح الخير شنح بنهارك زين صباح الفل. هذايا كل ان شاء الله هم يا برهان هذه المراسلات متاكد هكا البحث يقول هذه المراسلات حسن عيادي تم نشرها وبشرى بالحاجه حميده يتم ملاحقتها ويتم اتهامها بان عنصر ربط ما بين فرنسا والنهضه وعنصر استخباراتي على مراسله بينه وبين شيء معيس. يا الهي راهي طالبه فيها كريمه به هذه المخابرات اش قدمت؟ اذا كان المخابرات الجزائريه قدمت هذه الادله انا ننصح الاخوه الجزائريين يسكروا مخابراتهم ويمشيوا يحلوا قناه كرتون. بعد علق يا نجيب واعطي شويه تفاصيل ولو كانت في السابق كانت تاتينا برقيات تنبهنا من حاجات كبيره
واستهن بها بنفس الكلام هذا. حسيت تستهين بها انت المخابرات المركزيه الامريكيه قالت لك راهو بشيت قتل البراهمي وراهو كذا، لم تاخذ هذه البرقيه محل فما فرق قبل نمشي. راهو البراهمي تم توجيه برقيه مراسله، فتم تحديد الاسم المستهدف وامكانيه اغتياله وتاريخ المراسله. هذه اعطتك معطيات موضوعيه. انت اليوم قائم على قضيه وحطيت عباد في الحبس من 20 ماي يا حبيبي. خبرات الجزيره قالت لك من 20 ماي يقع التحضير للانقلاب على رئيس تونس. يعطيك صح شكرا. هاتوا بشوفوا التفاصيل هذيا باش يكون عندنا مخابرات تحضير على انقلاب نسمع. اما انك تقول لي نمشي القضاء ونحط عباد في الحبس على تحذير ساعة احنا جماعه الخير ما نعرفش توافقوني انتم تميلوا للمقاربه انه هذا مربوط بذاك، ان قصه الايقافات هذه والقضيه الجديده هذه مرتبطه بما اعلنته الصحافه الجزائريه بخصوص مؤامره في تونس، ولا لا احنا لا بنينا على الشيء هذا رانا توا احنا بنينا على الشيء. نجيب انت مصر انك تبني الشيء هذا، هاو باش نحاولوا نشوفوا احنا باش يكون عندنا الجزائر مباشره العاصمه الجزائريه باش نفهموا خلفيه المقال اللي ورد في الخبر، ولا يندرى عنده علاقه بهالتواتر القضايا هذه المتعلقه بالتآمر عن الدوله. تبقاو معنا شيء ما تعطي لنفوتر فيك. Shell V-Power, le carburant premium, il y a un moteur qui est le plus énergique à faire. Shell V-Power est le produit de l'année. 57 دقيقة émission impossible, c'est mon fier. حلقة الأربعاء 31 مايو 13 لما تحصل حالة احباط كبيرة العباد تستنى وقت تشوف شهر ماي 31 ماي 2023. نجيب تزيري كنت تستمع في ال زياد قال لك هذه مورستان ولينا نورمالمون بحجم بلد، حسين قال لك مله بتخلويذ معناها حاجات غير عقلانية، انت تقول لا معطيات حقيقية، وانت ترجح كفة انها في اطار التعاون الامني التونسي الجزائري. برهان خلنا اتفقوا اللي دولة الجزائر مستفاهدة من اسرائيل وصنفها عدو رقم واحد، معناتها باش تصير اللي هابط في جريدة الخبر خاطر علاش نبدو به انا جاي اللي هابط في جريدة الخبر اللي فما مخابرات فرنساوية على اسرائيلية على مغربية اتلموا باش يعملوا زعزع في عرب الولاية الجزائرية، وايضا في نفس الاجتماع هذاك تحدثوا على خطة الذئب للإتاحة بنظام في تونس ابتداء من 20 ماي، معناتها عملية مش بتاع كلام عام، وجريدة الخبر جريدة محترمة مش اللي يجي هي تقول انها ناقلة على مصادر رسمية على شنقريحة اللي هو الفريق الاول بتاع الجيش الجزائري مش اللي يجي، معناتها مش اللي يجي الحاكم الفعلي في الجزائر لهنا بعد عملية جربة. برهان خلنا اتفقوا عملية جربة ثم استهداف لتونس ولا ما فماش بالعملية اللي صارت إجرامية إرهابية، فما استهداف للدولة التونسية ولا ما فماش؟ من العملية بتاع جربة الناس تحذر، لأنه الشعب هذا يمشي مع الرئيس قيس سعيد في تصور يلزم الإتاحة بالنظام هذا مهما كانت الوسيلة. يا نجيب جيد طو أنت مشيت لإسرائيل والمخابرات المغربية، ايش دخل ريان الحمزاوي ونادي عكاشة وعبد القادر فرحات ولطفي زيتون ويوسف الشاهد وماهر فهالحكايات وجربة وتعديت على جربة ينجم يكون المجموعة هذية عندها علاقة بجربة. العملية التخطيط لتونس التخطيط لاستهداف تونس بدأ من جربة، بدي من عملية جربة. ايش دخل الايقافات هذه؟ ايش دخل الايقافات هذه؟ هذه الايقافات هذه ايش دخل الجبهة النيابة العمومية؟ الايقافات هذه ايش دخلها؟ اليوم فما قضية بتاع تآمر عن الدولة، هذه حقيقة موضوعية. شكون فيها وشكون ما فيهاش وشبرتهم ببعضهم؟ أنا اللي نعرفهم أغلبية اللي استهذيت عايش في فرنسا. باه تعيش في فرنسا. أغلبية اللي استهذيت عايش في فرنسا. اللي قرب لطفي زيتون من الرئيس قيس سعيد هي نادي عكاشة. هذه معطيات نعرف. نعرف ايضا اللي ريان الحمزاوي متعاركه مع نادي عكاشه، كلام تقول كنت تقول فيه نادي شوش هذا صحيح. اما النجم يكون متعاركنا يزيد الهاني مزوز عندنا اتصال ببرهان بسايس، ما عطاموش بالضروره نكونوا صحاب باش نجموا نعملوا فرد اجنده لهنا. انا لسه المذكوره لهنا علاش تحلفوا دوك بالبحث مش لسخ، علاش مش معاهم حسين العيادي اللي استاذيك
ما عندها ديما لازم فهم. أنا متوقع ينجم يخلط غدوة ينجم يخلط سليم تاعنا اليوم. الدولة التونسية مستهدفة خليل زيد من عملية جربة. الدولة التونسية مستهدفة فما تآمر حقيقي على الدولة هذه. أعطيوني كل مقال ترى هاي حطوا لي المقال على EFM TV. هاي يا سيدي توا اسمح لي نجيب خلنا ننتقل للمقال اللي صدر البارح في جريدة الخبر. عقدته المخابرات الفرنسية المغربية والصهيونية في تل أبيب أمس زادة بدقة أمس زادة معناها تعقد أمس ترقى الأصداء متاعه معناها اختراق كبير معناها اجتماع في إسرائيل لخلق الفوضى في أربع ولايات جزائرية إطلاق عملية لو لإضعاف وعزل الرئيس التونسي منذ 20 ماي في علاقة بالرئيس التونسي. يقول في نفس الاتجاه أكدت مصادر الخبر أن الجارة تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار حيث أطلقت الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس بعنوان لو بدأت في 20 ماي الجاري وبدأت في 20 ماي شو حصل له 20 ماي احنا عملية جربة قبل 20 ماي قبل 20 ماي الجاري وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى الغرض منها إضعاف وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد. وليست هذه المرة الأولى تكشف فيها الجزائر عبر أجهزتها وفطنتها الدائمة المحاولات المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في الجزائر وخلق بؤر فوضى وتوتر إلى غير ذلك. خليني ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من الجزائر. معنا المحلل والكاتب والمحلل السياسي الجزائري عمار صيغة. أستاذ عمار صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل متابعي قناة EFM راديو EFM. شكرا سي عمار. ما مصداقية ما ورد في مقالة جريدة الخبر؟ بطبيعة الحال كغيرنا من متابعين من في الشأن الأمني والاستراتيجي خاصة لقد تلقينا يعني هذا الخبر المتعلق باجتماع في إسرائيل لخلق فوضى في أربع ولايات جزائرية والذي حسب ما جاء في الصحيفة صحيفة الخبر وهي بطبيعة الأمر الصحيفة رقم يعني لها رقم مرموق في وسائل الإعلام الجزائرية ولها من المصداقية بمكان أن تسرد مثل هكذا أخبار بصفة بدون عبثية أو دون تأكد من ربما مصادرها يعني يكون المصدر رسمي ومصدر أكيد خاصة وأن صحفي جلال بوعاتي له باع في الإعلام الجزائري بالرجوع إلى حيثيات ما جاء في هذا المقال المتعلق بمؤامرة ثلاثية تقودها أو تحيكها مخابرات إسرائيلية ومخابرات فرنسية ومخابرات المخزن المغربي يعني كلها تصب في خانة خلق بلبلة وخلق فوضى وذلك ربما ليس بالغريب خاصة وأن ربما هناك مؤامرات سابقة تم حيكها في إطار برنامج ما يسمى البرنامج الإلكتروني فيغازيس الذي يتعلق بالتجسس على مسؤولين نعم. أوروبيين ومسؤولين في دول عربية عدة نعم. والذي اشترته المغرب من في إطار مساقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك بالرجوع كذلك إلى الدور الذي لعبته الاستخبارات الفرنسية قبل أشهر في محاولة زعزعة ربما العلاقات البينية بين الجزائر وتونس من خلال قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي وكيف تم ربما ترحيلها بطريقة غير شرعية إلى فرنسا والتوتر الذي ساد الأجواء في العلاقات البينية بين الجزائر وفرنسا ويأتي هذا الاجتماع في توقيت مهم وحساس خاصة وأن كل من باريس والجزائر تحضران لزيارة الرئيس تبون إلى فرنسا ومن شأن ذلك أن يعيد إعادة ترتيب تلك الزيارة بما يمكن تفسيره ربما تأجيل للزيارة وهذا ربما سيزيد من الحرج السياسي للرئيس الفرنسي ماكرون الذي ورطته بشكل أو بآخر المخابرات الفرنسية في هذا المأزق الجديد المتجدد خاصة وأن المخطط بات مفضوحا بشكل واضح وجلي لا سيما أن وكالات أنباء عالمية ودولية قد تناولت هذا الخبر الذي جاء في جريدة الخبر الجزائرية ويعني تناولته بشكل من الاهتمام اللافت خاصة وأن ربما حتى أن المساقات المتعلقة بهذه المؤامرة
تمس دولة الجوار الإقليمي هي تونس، يعني تعتبر امتداد للأمن الجزائري القومي، وتعتبر يعني ربما صمام أمان للأمن القومي الجزائري، خاصة لما يسود من علاقات بينية بين الجزائر وتونس، وتنسيق أمني يعني رفيع المستوى من شأنه أن يفسر تلك ربما حالة الاستقرار الموجودة في كل من الجزائر وتونس. سيد عمار حدود نعم. يعني كيف تتفاعل مع المقاربة التي تقول أن الجزائر يعني في سياق احتوائها للموقف التونسي، معناها تريد إقحام تونس إقحاما في معاركها الإقليمية ضد المغرب، إن توترت العلاقة مع فرنسا يتم استعمال تونس، إن توترت العلاقة مع المغرب يتم استعمال تونس وإقحامها، وإيهام الجانب التونسي أيضا أنه يتعرض لنفس المؤامرة التي تتعرض لها الجزائر. يعني قصة وجود معلومات دقيقة على الاجتماع في تل أبيب في صحيفة جزائرية، بالتأكيد هي أخذت معلوماتها من جهات استخباراتية جزائرية، لا أعتقد أن الصحيفة هي التي اخترقت هذا الاجتماع، نعتقد من المفترض أنه الجانب الاستخباراتي. يعني كيف ترد على هذه المقاربة أستاذ عمار أنه الجانب الجزائري يريد إقحام تونس إقحاما في هذه القضايا في إطار ما تسميه حتى الصحافة الفرنسية والمقال الأخير لجريدة لوبوان أن تونس أصبحت تحت الوصاية الجزائرية، كيف ترد أستاذ عمار؟ والله بعيدا عن كل السياقات المتعلقة بربما إن صح التعبير عن قول أنه فيه ربما مساعي جزائرية لإقحام تونس في مساقات أو في قضايا معينة تهم الجزائر بشكل خاص، نعتقد أن ذلك من السابق لأوان الحديث عنه، خاصة وأن الجزائر ربما حتى الارتباطات التاريخية الموجودة بينها وبين تونس والارتباطات الحالية تحد من أي تدخل في الشأن الداخلي لتونس، وقد عبر عن ذلك في كثير من المرات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كثير من المحطات بأن الشأن الداخلي يبقى داخلي لتونس، والجزائر بعيدة كل البعد عن التدخل في كل ما يتعلق بتونس، وفي مساقات متعلقة بمحاولات ربما أو تسويق إعلامي لما يسمى بتوريط تونس في قضايا تهم الجزائر سواء مع المغرب في قضية الصحراء الغربية أو في غير ذلك. نعم. نحن كربما كأكاديميين وحياديين نرى أنه حتى نكون أكثر موضوعية أن تونس يعني من وجهة نظرنا الحيادية يعني تتعرض لضغط دولي مالي، فيه أذرع مالية إسرائيلية ربما تضغط حتى على هيئات مالية دولية حتى لا تمكن تونس حتى من حقها في قروض ربما تتجاوز من خلالها محنة اقتصادية معينة. ضف إلى ذلك هو كيف ربما المخابرات الفرنسية أنها ربما ترحل تقوم بترحيل يعني رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، لماذا في تونس بالضبط؟ لماذا لم يذهبوا بها إلى إيطاليا مثلا أو إلى إسبانيا أو إلى غيرها؟ لماذا تونس هو في محاولة تعكير صفو العلاقات بين تونس والجزائر؟ سؤال أخير أستاذ عمار اسمح لي. سؤال أخير. أكيد استمعت وأنت متابع جيد للأوضاع الإقليمية والوضع حتى في تونس، أكيد استمعت لقصة هذه الواردة منذ أمس حول إيقافات تتعلق بقضية تآمر على أمن الدولة، هل ترجح أن يكون هذه القضية المعلنة في تونس ذات علاقة بما ورد في صحيفة الخبر حول هذه المؤامرة التي حيكت في تل أبيب؟ والله في السياقات ربما في جدية الموضوع من السابق لأوانه التكهن بأي قراءة أو أي ربما تحليل يتعلق بارتباط ربما سلسلة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها تونس في سياقها ربما السياسي والحراك الاجتماعي الذي تعيشه الآن بما يحدث وما يحاك في ربما في دوائر مغلبة في تل أبيب أو غيرها، من السابق لأوان ربط بذلك، ولكن نعتقد أن قادم الأيام ستكشف العديد من الخيوط والملابسات التي من شأنها أن ربما تفك الارتباط إن كان هناك ارتباط أم لا يكون هناك ارتباط. واضح أستاذ عمار صيغة الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، شكرا جزيلا لك، تبقاو معنا باش نستأنفوا التعليق في المسألة هذه وغيرها من المسائل جوست بعد ميتيو وبعد الأخبار، تبقاو معنا. بعد شوية مكملين في إميسيون إمبوسيبل مع برهان بسيس على إي إف إم أحلى غاديو.